يا معلم ما بوكش يا معلم يا حمالة يا متعلم يا معلم المعلمة اللي جرى يا معلم ضحكت عليك ليالي بس اياك منها بتعليك صعب عليا ناس خدت من ايد وعرفت بالناس تعلم طلع زي الزمان غدار واول ما خدم الزمن عمل عليا انا معلي نصيحة وحولان ويا ريت اسمعها المعلم مش كل واحد يلبس جلابية كتير بكم طويل قالوا يا معلم ولا كل من ركب الحصان قدام الناس يبقى على الناس يعلم تجار النوت عجبتنا معلمكم وانا عيني لما رأت نوم لقيت باكل يا حمام وانا فيه يا جلب عالصوم نام يا خلي الباب نام يا خلي الباب نموت جنة وشبعنو لك قلبي خلي يا صاحبي معلحش عتب ولا لوم عاشق يقول الحمام ما بوكش جناحك يوم اطرب في الجو يا لوم وانزل اللي احبه يوم نزلت بحر الصبابة لقيته كله هوم قالوا لي روح يا قليل العوم مش الرجال غندارة مش المعلمة غندارة صديقي الصادق اسعد الله مساكم بالخير لا تسالنا عن السبب اوعى تخش السوق لا يحصل لك زي بركات ومرزوق هات ورقه وقلم مظبوط اللي انا مش انا هتكسر هتكسر هتولع هنولع هتحرق هنحرق ومش بايدينا ونجم الناس النجم شعبوش نجم كرات المولد النجم الفنان مسعد الشراوي انت السابع ومعي جايلك وبشكي انا الظلم البيني ادني جرحوا مشاعري وفاتوني قلبي حزين جايلك وبشكي انا جايلك وبشكي انا ومن غيرك هيرحمني من البشر رسول الله اخونا السعادة اللي عجب الحبة الكلام اللي احنا قلناهم دول يفك ايده ويرفع ايده اتنين فوق ها سنوات ومعلمينها سنوات ومعلمينها طب احنا كده كويس خالص عشرة على عشرة اللي يحب ربنا السعادة في اخلاص ونؤمن بواحد بيه واللي يحب ربنا السعادة اتنين فوق يا ربي ده اللي تسلم على كل انسان الاول على كل انسان الاول يا ربي
لا ملام
I'm
من يلقى
ما تشوفش ناس مركز الحبايب مركز الحبايب هقول السلام يا ناس عشان خاطر بلدنا هقول السلام يا ناس صح. حاسب يا قلبي حاسب الناس لاجل المصلحة تصحى عيني كلمة في جيبك المال بتنسى وكتير وتتصحى اليوم ده عيمال يا قلبي كتبك اعز الاصحاب ولا تتصحى عجب العجب يا سمن والقرش عدله صاحب يا غاوي صغر الميالي اسمع كلامي انا اصلح اتكلم على الصاحب عين اجل وقاب اجل وقاب عافيني اجل وقاب يا رب لما ابتليت بكيف الصحة صالح تعالى الله يجازك يا كيف بيتي بيد الهدم الحبايب كيف ولما زادت هموم عيني لما زادت هموم اعز الاصحاب فاتون يا ميت خسارة يا ميت ندامة ما بعت بعمل كيف والله زمان عاملين ايه دلوقتي؟ عاملين ايه دلوقتي؟ ها؟ اللي صحى يرفع ايد واحد ها؟ ماشي انا مش هزعلك والله اللي صحى يرفع ايد واحد ايد واحد ايد واحد ها؟ الله اكبر سيب سيب كده صحيح طب اللي حب حب اللي بيرفع ايده فوق 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 انا اللي كنت
من عجب عجب العجب يا زماني فيك الطبعي مش واحد اخوات ثلاثة واربعة لكن طبعهم مش واحد العيلة فيها ميت نفر يا صاحب لكن الكبير والشرف على واحد بينطق الحب واحد اسمع كلامي يا ابن سامبا وخليك مع الله واوعى زيوب تنسى توحد واحد انا اللي وصاني ابويا وصية وقال لي اسمع بقايا دوب دي ماشي الخسيس ولا تجالس قليل الاصليين انا في الدنيا تعبت قوي مش ايد ورمت لك اساس واكيد عليك تبني اذا كنت غاوي العناني يا ابني ابعد عن بتاع الناس وابني لانهم سالوني تعز من في دنيتك انا قلت العزيز امي احبه يا ناس وحتى لو في الاسمه حيغلبني ابني انا يا عزوتي جميع مال اصيب وسيالك وقول الوصي حساب ان يبعتك ربنا يا ابني اعمل لبك وحساب لا ينتقم الوجبان ولا تمشي ورا الكذاب وماشي راجل تعيش راجل تموت راجل تماشي حرمة يا ابني حتى عاد كل المليان راجل ملعون ابو الفلوس لو عملك من الخسس راجل يا انت سامع القول اسمع القول دي تلات كبار انا عجبي على بنا شاطر بنا بوت وعلى تلات كبار اول دور ساكن صاحب البيت ولاده مع مرات وتاني دور ساكن راجل كبير قوي مع مراته وتالت دور يا صاحبي ساكن شب حلوة بس من غير مراته صاحب صاحب البيت شرب عشان الدهرون وبغيرها ايوه السلام ايوه السلام الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة عندنا حفظ الجزيرة الحمد لله على السلامة عندنا احمد الجزيرة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة عندنا كل الناس اللي جاية الحمد لله على السلامة ولا تخيل خليك تقول ايه انا عجبي على بنا شاطر بنا بيت وغلى تلت تدور اول دور ساكن صاحب البيت ولاده مع مراته وتاني دور يا صاحب ساكن راضي كبير قوي مع مراته وتالت دور ساكن شب حماه بس من غير مراته صاحب البيت لكن الدنيا لمراتب وفهم صاحب البيت رجع لقى الشف مع مراته صاحب سلاح اللي عاوز يقتل الشف ومراته انا قلت له تعالى يا سبي انا قلت له تعالى يا سبي ادي جزاء كل يسيب الحد لمراته عيني يا بيبي Thank you.
I'm not